إذن نجدد لكم التحية في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورحمه. أكيد هذه الولاية اللي نتكلم عنها دائما ونطمح لمعرفة المزيد. نعم، من أجل أيضا الوقوف عند أبرز المحطات في مسيرة سمو ولي العهد حفظه الله الحافلة في خدمة الوطن، ينضم إلينا في الاستوديو المحلل السياسي الدكتور محمد البغيلي. دكتور محمد صباحك الله بالخير وحياك الله ويانا في العالم هذا الصباح وفي هذه الحلقة الخاصة بسمو ولي العهد حفظه الله. صباحكم الله بالخير جميعا وعلى كل مشاهدينكم بإذن الله. حياك الله. سنة طافت على تولي سموه مقاليد منصب ولي العهد، نبي نعرف أبرز ملامح هذا العام. طبعا هذا العام الكرة الأرضية جميعها يعني مرت في أزمة الوباء والجائحة اللي اجتاحت كل الدول وأربكت كل الأنظمة وكل المؤسسات السياسية والاقتصادية والطبية والعلمية وكل على كل الشرائح تأثرت وكل الفئات وعلى جميع المستويات. الكويت في هذا العام نجحت في مكافحة هذا الوباء وهذه الجائحة وتحت توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي العهد حفظهم الله ورعاهما. إذن هذا العام هو عام نضال ومكافحة لهذا الوباء وأيضا هو عام إنجاز، لأن تراجع الأرقام والحالات اللي كانت سلبية وتراجع الحالات اللي كانت تثير الرعب في نفوس الكويتيين تجاوزناها هذه المرحلة لله الحمد. عام مر علينا في بعض الخلافات في وجهات النظر السياسية، مر علينا دون أي لجوء إلى مثلا شيء مضر للوضع الأمني وشيء مضر أيضا حتى للمؤسسات أو يشوه ديمقراطيتنا الجميلة. إذن نحن أمام مستقبل بناء على هذه المؤشرات لهذا العام، نحن أمام إن شاء الله مستقبل زاهر ومبهر بإذن الله. بإذن الله. طبعا سموها قبل ولاية ولاية العهد أو قبل توليها كان هناك يعني ماسك العديد من المناصب المهمة في البلاد، يعني نقدر نقول تميزت حتى قيادته بالانضباط والتطوير والإنجاز. نقدر نتكلم عن نقدر نقول معطيات قبل تولي ولاية العهد. نعم، سمو ولي العهد حفظه الله الشيخ مشعل أحمد جابر الصباح هو رجل عسكري من خريجي المدرسة العسكرية البريطانية. نعم. فإذا هو يعني أخذ الانضباط وأخذ الأمور والصرامة العسكرية من الإنجليز، والمدرسة العسكرية الإنجليزية معروفة يعني مدرسة عريقة ومدرسة تاريخية. صحيح. سمو ولي العهد أسس في جهاز أو قام بتأسيس جهاز أمني مهم وحيوي في كل دول العالم. لابد من وجود جهاز أمن دولة أو جهاز أمني رفيع المستوى قادر على تقديم الرؤى وتحليل البيانات والمعلومات من أجل حفظ وصيانة أمن البلاد وسلامة أراضيها. لا توكل مثل هذه المسؤوليات إلى شخصيات مثلا غير قادرة على الإنجاز أو غير قادرة على الضبط والصرامة في القرارات. هذا التأهيل أو اختيار سمو الشيخ مشعل في أخذ زمام المبادرة في تأسيس هذا الجهاز جعل الجهاز ناجح من بدايته، يعني من بداية تدشين هذه الإدارة أو هذه المؤسسة صار هناك يعني مثل ما تقولون تكامل في المنظومة الأمنية مع وجود الأجهزة الأمنية الأخرى. يعني هو كان اسم المباحث العامة وصار أمن الدولة. إضافة إلى أن تولى مسؤولية نائب رئيس الحرس الوطني وهي أيضا امتداد لمسيرته العسكرية، إذن هو لم يخرج عن السلك العسكري، ويمكن فيما بعد قليل نتكلم عن الشأن السياسي ولكن ولم يخرج عن الشأن العسكري أو السلك العسكري. قام أيضا بنقل هذه الإنجازات أو نقل تجربته في التأسيس إلى الحرس الوطني الذي هو مؤسسة عسكرية مدنية تدير الكثير من القطاعات المتداخلة مع المؤسسات المدنية إضافة إلى المؤسسات العسكرية. إذن نجدد لكم التحية ولضيفنا الكريم في الاستوديو المحلل السياسي الدكتور محمد البغيلي. دكتور محمد أرحب بك مرة ثانية. طبعا يعني سمو ولي العهد حضرتك تكلمت عن مناصب قادها قبل تولي ولاية العهد، لكن تكلمنا يمكن أكثر عن السلك العسكري.
ذكرت حضرتك السلك الأمني أيضا، لكن خلينا نتطرق إليه بشكل أكثر. أن تلاحظ قراءة متميزة في الوضع الأمني بشكل عام إذا نتكلم محليا، وأيضا متابعة جيدة فيما يخص الوضع الإقليمي أمنيا. نعم، منطقة الخليج العربي بما تمتلك فيه من ثروات طبيعية دائما هي محط الأزمات السياسية والمحط الأزمات العسكرية والأمنية. نحن في بلدان الخليج عانينا من حروب، عانينا من موجات إرهاب، عانينا من دول، بعض الدول التي تتزعزع فيها الأمن أو المستوى الأمني الداخلي، يعني على مستوى الجبهات الداخلية. إذن المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة هي مرحلة أمنية بامتياز، إضافة إلى طبعا الأبعاد الأخرى مثل البعد الاقتصادي. فإذا تولي سمو الشيخ مشعل الأحمد يعني ولاية العهد يعني هو مو يعني مناسبة مهمة أو توقيت يعني في صالح الكويت وفي صالح أيضا الإقليم، بما يمتلكه الرجل من إمكانيات ومن وما يمتلكه أيضا من علاقات مع مختلف الأجهزة الأمنية في الدول المختلفة. إذا القراءة الأمنية الصحيحة يجب أن تبنى على ما يمكن أن يتوفر من إمكانات وما نمتلكه من مؤسسات. الشيخ مشعل له الخبرة وعنده تاريخ حافل من الإنجازات ومن الضبط ومن القيادة الإدارية، ويعني أيضا حتى لابد أن لا ننسى أنه من أسرة حاكمة، يعني ليس قائد يعني بمستوى قائد أمني فقط، وإنما أيضا من أسرة حاكمة ومن بيت حكم. نعم. فهذا أيضا يعطي زخم في المنصب الأمني وفي الخبرات الأمنية المختلفة ويعطيه قوة القرار. فلذلك حتى على المستوى الدول الأخرى دائما لما يكون ابن الأسرة حاكمة على رأس جهاز أمني يكون هذا الجهاز فعال. نعم صحيح. دكتور محمد، كان سمو ولي العهد حفظه الله يرافق الأمير الراحل الشيخ صباح طيب الله ثراه في لقاءاته وزياراته للدول، وخاصة يمكن لاحظنا هذا الأمر في الآونة الأخيرة في الأيام الأخيرة. من يعني خبرة الأمير الراحل طيب الله ثراه الشيخ صباح الأحمد، ايش كثر اكتسب الشيخ مشعل الأحمد في هذه الفترة؟ يمكن حتى قبل الأيام الأخيرة كان هو قريب، ولكن في الأيام الأخيرة كان حتى في زياراته هو الأقرب. نعم، هو الشيخ مشعل حفظه الله كان مع الشيخ صباح رحمه الله، وكان أيضا مع مرافق مع الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه. الحكام لما يقابلون الحكام الآخرين دائما تكون هناك خبرة مع الوفد المرافق أو مع الجهاز الاستشاري أو مع أصحاب الرأي في بطانة الحاكم، والحكم كما قيل بطانة، وبطانة الشيخ جابر الأحمد وبطانة الشيخ صباح كان الشيخ مشعل الأحمد بالإضافة إلى الشيخ نواف الأحمد. إذن هذه تعطيه الكثير من الخبرات. نعم هو بعيد عن المناصب السياسية رسميا، لكن الرجل تم الاستعانة به وبرأيه في مجالسة الحكام. مجالسة الحكام ليست مجالسة سهلة وليست يعني فيها مسؤولية طبعا. يعني ليست فقط من أجل الرقابة والمراقبة والحديث، إنما أيضا للاستفادة والاستعانة بالرأي وتدعيم القرارات المختلفة. إذن كانت المجالسة والمرافقة لسمو الأمير الشيخ جابر الأحمد رحمه الله وسمو الشيخ صباح الأحمد هي مرافقة من نوع سياسي ومقاربة من نوع أيضا أخذ الكثير من الخبرات. ولا ننسى أيضا الجانب الإنساني الآخر، هو جانب من الوفاء. فالرجل أيضا كان وفي لأشقائه وكان أيضا خدوم لهم وكان نصوح لهم، وبالتالي فالجانب الإنساني أيضا والجانب الاجتماعي لابد أن لا نتجاهله في أن يمنح الحاكم القدرة أو الراحة في تنفيذ القرارات أو في الثقة في سير الأمور على الطريق الصحيح. إذن اكتسب أكثر من خبرة في هذه الفترة. نعم، وأكثر خبرة الشيخ جابر طيب الله ثراه وخبرة من الشيخ صباح طيب الله ثراه وحاليا مع الشيخ نواف حفظه الله ورعاه. نعم، وإضافة إلى أنه كان لما مسك الجهاز الأمني كان أيضا مع رئيس الوزراء ولي العهد أنذاك الشيخ سعد العبدالله رحمه الله، وبالتالي هو إضافة إلى البعد اللي تكلمنا عنه أول شيء اللي هو خريج المدرسة العسكرية البريطانية. إذن هناك مزيج وهناك تشارك من الخبرات ومن أيضا التجارب المختلفة، فهذا الأمر يعطيه البعد والزخم في صحيح. في الإدارة في المستقبل إن شاء الله.
إذن عودة لكم من جديد مع ضيفنا المحلل السياسي الدكتور محمد البغيلي للوقوف عند أهم المحطات الحافلة في المسيرة الحافلة والطويلة لسمو نائب الأمير ولي العهد حفظه الله. دكتور محمد، تقلد سموه حفظه الله وسام جوقة الشرف من قبل الجمهورية الفرنسية أثناء توليه منصب نائب رئيس الحرس الوطني، يعني إذا حضرت وزيرة الجيوش الفرنسية، يعني مو جيوش، مو جيش واحد، فإلى ديوان سموه بالرئاسة العامة للحرس الوطني، السؤال هو رمزية هذا الوسام، وسام جوقة الشرف الفرنسية. فرنسا دولة عظمى ودولة صديقة للكويت ودولة مناصرة للقضايا المختلفة في العالم، وبالتالي فهي لا تنتظر، يعني هي دولة تتدخل، فلا تنتظر بالمجاملات ولا تحتاج إلى مجاملة أحد، وبالتالي فإن هذا التكريم هو عن استحقاق يتوج يعني جهود وإنجازات سمو الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد، وهذا التتويج مستحق ونظرا لخبرته وتاريخه. طبعا الفرنسيين ما يعني لا يأتون إلى الكويت من أجل مجاملات أو من أجل يعني مجاملات سياسية معينة مثلا، وإنما كان الرجل يستحق، وبالتالي كان هذا التكريم وكان هذا التقديم إضافة إلى أن يعني يدعم أيضا هذا التعاون ويدعم مختلف القطاعات الأخرى. يعني صح، نعم كان التكريم لشخص الشيخ مشعل، ولكن أيضا هو تكريم للكويت وتكريم للقيادات الكويتية المختلفة، وهذه القيادات أيضا يعطيها الدافع للتقديم الأكثر وحافز للمنافسة والتشجيع والاقتداء بسموه. نعم طبعا، لأن يعني الشيخ مشعل وسموه، طبعا سمو الأمير وسمو ولي العهد، هم القدوة. وإضافة إلى ذلك، سمو الشيخ مشعل منح الكثير من الشباب وكثير من القيادات في الحرس الوطني الفرصة للتقدم ولتحسين المستوى ولتطوير الشهادات ولتطوير حتى الإمكانيات. وإحنا كلنا عارفين أن مؤسسة الحرس الوطني هي مؤسسة تأخذ الجوائز الأولى دائما في الشفافية وفي الكفاءة الإدارية وجودة الخدمات أو جودة الأعمال، وبالتالي هو تكريم لمؤسسة الحرس الوطني كله يعني، وليس فقط تكريم لسمو الشيخ مشعل. و يعني احنا نتمنى ان هذا اللي صار في مؤسسة الحرس الوطني ان نراه هو الان على قيد التجهيز والاستعداد والعمل ان يكون يشمل كل المؤسسات الاخرى في الدولة بعد ما اصبح سمو ولي العهد، ونراه في كل وزارات الدولة هذه الجودة وهذه الهمة وهذا العطاء من كل المسؤولين اقتداء بسمو الامير وسمو ولي العهد. جزيل الشكر لك الدكتور محمد البغيلي المحلل السياسي في إثرائك لنا ووقوفك معنا اليوم في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا في الكويت في مسيرة سمو ولي العهد. جزيل الشكر لك على وجودك معنا اليوم. كل الشكر والتقدير لكم. شكرا جزيلا.